كرة لفريق الترجي، محاولة للبناء الهجومي. إيقاع كبير في هذا الشوط الثاني، إيقاع كبير في هذا الشوط الثاني. كرة من جديد لفريق الترجي، الترجي فريق كبير على مستوى خط الوسط. حقيتك لا الكره لا في الادب لا في كل شيء صراحه. حقيتك انتما حاطين كره ولا لاعبين كره؟ شوف كاين اللعب ديالها راشديه كبيره بصح الكبار ماتش كبير ما عندكم ديروا غير دوري ولا زيرتوا الكره. مرحبا بكم على قناة خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم. اليوم اخر ماتش في الالي، يعني غادي نستقبلو في مدينه ميدلت، ما عرفناش علاش، والملعب جاهز وكامل ومكمول. خليو علينا هادشي، المهم وصلنا للملعب. تحية رياضية للجميع وتحية رياضية للناس اللي كيحبوا الترجي. وحنا اليوم في ميدالت، الجو زوين والامور على احسن ما يرام، ورا الدراري ناشطين ومعولين ان شاء الله نجيبوا 3 بوان. وكنشكروا الناس ديال ميدالت دائما اللي كيستقبلونا بحرارة دائما وكيوفروا لنا دائما الملعب، لا سي حسين لا سي مبارك. اللي تشوف الفريق ديالك انه مرتبك وعنده نقص خصك ضروري تشوف اي طريقه انك تدخله في الماتش وتحيد ليه هذا الارتباك. هذا داك الشيء اللي درنا. تحية طيبة للجمهور الكريم في هذا البث المباشر هنا من الملعب البلدي بمدينة ميدل. نمشي بسرعة نعطي المشاهدين الكرام تشكيلة الفريقين بخصوص فريق الترجي الرياضي للريف. جاء ريال مدينة ميدل في العناصر التالية: أدغوي أيوب 2، أرحيم إسماعيل 11، حمزة علوان 3، عماد بكجا 10، صلاح الدين زكون، منير الفال 6، هشام أملال 14، حسو يونس 7، وسطاني احمد كحمر رقم 19. مدرب الفريق خالد با يوسف يساعده ارحيم جمال. اش معروف على الترجي؟ البريسينغ والضغط في نصف الملعب ديال الخصم. باساطيره من عند ايوب ايت عمر، القناص الطاهري كيماركي الهدف. بلادي قمرات ويا عاودوا كاع كولوا معايا جويج 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 زعزع الفيلي ليلة مدي فيلي جويج 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 زعزع الفيلي ليلة مدي جويج جويج زعزع الفيلي. غلطة دفاعية تمرك علينا الهدف ديال التعادل. ملي تشوف بكاء اللاعبين بين الاشواط تحصلا على ضياع الفرص تعرف ان الفريق في الطريق الصحيح وان الناس عندها غيرة على هذا الفريق.
دخلنا الشوط الثاني بنفس جديد وعازمين اننا نمركيو. الصراحه المهاجمين بجوج طاهر وايت عمر زعزعوا استقرار دفاع الخصم. كره لفريق الترجي محاوله البناء الهجومي. عرضيه حسن هدي الدوش راسيه ايوب وايت عمر وسط الشباك. ايقاع كبير في هذا الشوط الثاني، ايقاع كبير في هذا الشوط الثاني. الكره من جديد للفريق الترجي، لفريق الترجي، فرق كبير على مستوى خط الوسط. محاوله نفس اللاعب في القائم كتبين الحد العاثر للفريق. ضربه جزاء والبطاقه الحمراء للمدافع ردتنا لنقطه الصفر. يا بلادي بلاد الريشال، بلادي قمرة ويام، عاودوا كاع قولوا معايا جوي جوي جوي، زعزع الفيلي علي علي علي، ليلة انتي فيلي جوي جوي جوي، زعزع الفيلي علي. يكفي اننا لاعبين مع شباب اللعابة والخصم كاينه 17 ديالهم. دابا غادي نسمعوا كاملين لهاد الشهاده ديال المدرب ارفيل. نسمعوا واش قال. فاش حقيت تكا لا في الكره لا في الادب لا في كلشي. صراحه حقيت تكا نتوما حاطين الكره ولا عندي الكره. شوف كاينه اللعب ديالها كاينه واش يدير كبيره بصح الكبار زعما كبير ما عندكم ما ديروا غير دول ولا زيرتوا راكم كبار. شكرا. الالي سالا، الروتور غادي يحسم في الفرق اللي غادي تصعد. كنتمنوا التوفيق للجميع والسلام عليكم. عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.